عزود ودود. انظر تأمل، انظر تأمل جمال الكون. انظر تأمل، انظر تأمل إبداع اللون. عالم مثير للدهشة ومليء بالأسرار. ما أجمل أن نكتشف سويا عوالم البحار. هيا نغوص لأعماق البحار، ألوان زاهية أشكال مختلفة. هيا معي نكتشف الأسرار، عجائب نادرة، كنوز مدهشة. هل تأملت يوما سمكة تسبح وتغوص في خفة؟ أو شاهدت يوما صدفة لؤلؤة بداخلها مختبئة؟ قصص وحكايات كثيرة، كائنات ومغامرات وشعائب مرجانية تخطف الأنظار. هيا نغوص لأعماق البحار، ألوان زاهية أشكال مختلفة. هيا معي نكتشف الأسرار، عجائب نادرة، كنوز مدهشة. عجائب البحر لا تنتهي، تأمل الحيتان العظيمة تظهر للسطح وتختفي، كذلك الدلافين الصديقة. أفراس البحر تتراقص والأسماك بألوانها، طحالب البحر تتمايل تثير الانبهار. هيا نغوص لأعماق البحار، ألوان زاهية أشكال مختلفة. هيا معي نكتشف الأسرار، عجائب نادرة، كنوز مدهشة. هيا نغوص لأعماق البحار، ألوان زاهية أشكال مختلفة. هيا معي نكتشف الأسرار، عجائب نادرة، كنوز مدهشة. إذا استمتعتم بالمحتوى وتريدون مشاهدة المزيد، يرجى الضغط على زر التفضيل والاشتراك في قناتنا لتصلكم آخر تحديثاتنا. نقدر دعمكم لنا.